السادة، ووسط هذا التصفيق الحاد يدخل المنشدون لكي نستمع إلى نشيد صوت الوطن. صوت الوطن، هذه الأنشودة التي كتبها الأستاذ أحمد رامي ولحنها الأستاذ رياض السنباطي، ترددها الآن كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها أحبها، عمري لها بني الحمى وطني. من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، عمري نجا بل الحمى وطني. من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. تحيا لنا
كراما تحت ظل العالم. تحيا لنا عزيزة نجم الأمم. أحبها لظل الخليل بين البروق القصر والنبيل. أحبها لظل الخليل بين البروق القصر والنبيل. نباتها ما أين مفضلا مذهبا. لا تبخلوا بمائها العظم وأطعموا من خيرها كل فم. لا تبخلوا بمائها العظم وأطعموا من خيرها كل فم. لا تبخلوا بمائها العظم وأطعموا من خيرها كل فم. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. من في أرضها وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها. دعا إلى حسن الحياة لكل من في أرضها وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها. وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها. وصار في تاريخه المجيد يا دولة الظلم المحي وبيدي. يا دولة الظلم المحي وبيدي. يا دولة الظلم المحي وبيدي. Oh,
لا تبخلوا بمائها على عظمي، واطعموا من خيرها كل فمي. لا تبخلوا بمائها على عظمي، واطعموا من خيرها كل فمي. احبك للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. احبك للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. داعي الى حق الحياه لكل من في ارضها، وصار في وجه الطغاه مناديا بحقها. وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها، وقال في تاريخه المجيد: يا دولة الظلم المحي وبيدي، يا دولة الظلم المحي وبيدي، يا دولة الظلم المحي وبيدي. الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا يحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. أحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. كونوا حماها وانصروا من يحتمي، ودافعوا عنها تعيش وتسلمي. كونوا حماها وانصروا من يحتمي، ودافعوا عنها تعيش وتسلمي. يا مصر يا مهد الربطة، يا من زنا روح الأمين. يا مصر يا مهد الربطة، يا مصر يا مهد الرضا، يا منزل الروح الأمين. يا مصر يا مهد الرضا، يا منزل الروح الأمين. إنا على عهد الوفا بنصرة والوطني. من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. نحبها من روحنا، ونبتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا. لا تبخلوا بمائها على عظمي، وأطعموا من خيرها كل فمي. لا تبخلوا بمائها على عظمي، وأطعموا من خيرها كل فمي.
وجهها النبيلي أحبها الموقف الجليلي من شعبها وعيش جنبيلي داعي لخط الحياة لكل من في أرضها وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها يا دولة الظلم النحل وبيني الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا وتحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من صبرنا وعزنا من صبرنا قولوا حماها وانصروا من يحتمي ودافعوا عنها تعيش وتسلمي قولوا حماها وانصروا من يحتمي ودافعوا عنها تعيش وتسلمي يا مصر يا مهد الرمضاء يا منزل روح الأمين يا مصر يا مهد الرمضاء يا منزل روح الأمين يا مصر يا مهد الرمضاء يا منزل روح الأمين يا مصر يا مهد الرمضاء يا منزل روح الأمين إنا على عهد الوفا في نصرة الحق المبين من الحما ¡Gracias!
من روحنا ونبتدي هذا العزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا من صبرنا وعزمنا نحبها من روحنا ونبتدي هذا العزيز الأكرم من صبرنا وعزمنا من صبرنا وعزمنا كل روحنا وانصروا من يحتمي ودافعوا عنها تعيش وتسلمي طولوا حماها وانصروا من يحتمي ودافعوا عنها تعيش وتسلمي يا مصر يا مرت الرفا يا من سنا روح الأمين يا مصر يا يا من سلام روح الأمين يا مصر يا مهد الرضا يا من سلام روح الأمين يا مصر يا مهد الرضا يا من سلام روح الأمين إنا على عهد الوفا وبعد أيها السادة فكان هؤلاء المنشدون هم جميع الحاضرين من المدنيين والعسكريين لقد أنشدت أم كلثوم ورددت الأغنية الخالدة مصر تتحدث عن نفسها فكانت في كل مقطع وفي كل كلمة إنما تعبر عن كل نفس من نفوس الحاضرين هنا كانت تزيد الحماس وحينما كانت تتساءل من منكم يحبها مثلي أنا كنت أرى في هذا المكان الجميع يقفون ويرددون هذا المقطع نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا إن الجميع هنا من أعلى الرتب الحربية كانوا يقفون ويرددون هذا وبعد فقد غنت أم كلثوم أغنيتين وطنيتين ووجدت صدى هادئ
الجنادين النشيدين في كل نفس. وحتى يحين موعد إذاعة الجزء الأخير ننتقل بكم إلى دار الإذاعة في القاهرة، فإلى هنا.